تفضلي محنة تفضلي. اشكرك هواي اشكرك. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله زينة، انت شلونك؟ بس عيني انت لا تمر لا تسأل لا تقول هاي وين؟ مشاغل وامتحانات ودراسة، انت شو اخبارك؟ اقول الحجي وين؟ الحجي بالحمام هسه يطلع. اي خلي على راحتك. اخبار القراءة شلون؟ يعني تقدر تقول على وقت الفراغ، بس ها قريت كل الروايات جبت لي اياها. اي زين سويتي. اقول كريمة، من هذول الخطار اللي راح يجوكم؟ والله شو اقول لك مهنا ما اعرف، بس بابا يقول هذا ابو الفرن. سعدي ابو الفرن؟ اي يمكن هو هذا. كريمة كريمة. نعم بابا جيتك. رخصتك عيني مهنا بس اشوف بابا. اي هذا ايش عنده جاي؟ لا الحمد لله اليوم صحتك احسن من كل يوم. الله يخليك، لو ما العناية مالتك والكمادات اللي كنت تخليها كان أنا لي هسه حرارتي مرتبة. اسم الله. لا شو نسيت زين اللي غطاك وسهر عليك. أنا أنسى زين. زين زين حبيبي هذا آخر تلميذ إلي بحياتي. يا أبي اسمه خطة بالقهوة عندي على كرتونة مال بيض. مو بس هاي، أنا علمتك كلمة ثانية وهذه الكلمة مهمة بحياتي خصوصا بهالوقت هذا. شنو هي يا أستاذ منعم؟ هو يكتب لكم إياها. الكلمة الثانية اللي علمتك إياها. يلا ناوينا شطارتك يا سيد. يلا يلا حب لا احلى كلمة هذا الحب اللي احنا كلنا محتاجين. الناس الخير. أشكرك هب 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 ما شاء الله. يا بس هسه يستاهل نصفق لكلنا. الحقيقة حجي احنا جيران وأهل، ولو أنا جديد عليكم بالمنطقة بس الشاهد الله عبالك أعرفكم من سنين، وانتم هم والحمد لله ما شفتوا عليه لا زايده ولا ناقصه بالمنطقه. وولدي هم سعد وضياء عرفتوهم وما طلعت عليهم حكايه زايده. الله يجعلك من اصحاب الخير والمعروف يا يعني. الله يخليك. طبعا حجي احنا ناس كبرنا وركضنا وتعبنا المن الولدنا والولدهم من بعدنا. صحيح. واني يشرفني بعد ان سمعت عنك الحكايه الطيبه بالمنطقه والناس كلها تحلف براسك ان اطلب ايد بنتك المحروسه لابني سعد، وان يشرفني ويشرف ابني ان ناسب هيك عائله طيبه ومعروفه بالمنطقه والله شاهد. الله يزيدك من نعيمه يا ابي. بابا هاي وين كنت يا بابا؟ من تقول لي ليش تاخرت؟ انا بالاستقبال. شوف لؤي، انت وقع بالغرفه واني بعد نص ساعه اتصل بيك. اي انت تحضر الجنط مالتك غراضك اي لملمهن وبعدين انا اتصل بيك. لؤي انت اتصلت بامك؟ لا لا ما قلت لها شيء. ما قلت لها شيء. ها ايش قد راح تتاخر؟ زين الله يخليك بابا لا تتاخر عليه. فد نص ساعة ويجي. أقوم أحضر أغراضي أحسن، يجوز راح يغير لي الفندق. وأنا أقول وين يخط هذا وين يروح؟ سهيل وعشق بعد شي لزمه. يا أدري يا جماعة شكوا بها قابل هو واحد عن هاي العالم.
أنا أقول يا جماعة لازم إحنا كلنا نساعده ونروح الأهل لبنية وبلكي تصير قسمة. يا قسمة شو مالك خرسة مثلي؟ أها أحسن قسمة أحلى قسمة أكلوها مشتركة بيناتهم، بس من يقول أهلا موافقين؟ أنا باشا أروح وأجيب السالفة بالرأس هالساس. عاد والنعم من صبيه خلوه على ابناكم. شو نسوي؟ أريد نفرح بواحد منهم ما يفيد، أقلها نفرح بسهير. أنا شلون ما أشوف هذا سهير راح يطلع أسبع من عندنا كنا ويعلقها. إياكم يا حظي ولكم أنا بعمركم أسوي البونغالي. حلو سمعتي صبرية؟ عبيد يبين عليك نعسان، قوم نام. قوم نام قوم نام قوم. ما قلت لك كشيتيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مشافة يا استاذ منعم. سمعنا مالك خلق. الله يخليك يا ابني. والله البارحة جاسني برد هواية من القعدة. يلا بين برد ولا غير شيء. أما عندما معزوم على عشاء يم بيت حجة عبد الله. على جاية. كل زين. بيه الخير. اهلا وسهلا ابو سعاد. يا هلا بيكم. يا هلا بيكم بيك اكثر حجي. حجي لا تتاخر علينا، احنا نريد نفرح بالولد ابو سعد. القسمه اذا تريد تصير ما حد يقدر ياخرها. الله كريم. في امان الله. يا امان الله. يا امان الله. يا امان الله عمي. هلا بيكم. هلا بيكم يا ابا. هلا بيكم. امان ابني شنو رايك بالموضوع؟ والله حجي الكلمة الأولى والأخيرة الكريمة، هاي حياتها وهي حرة بيها. والولد شنو معلوماتك عنه؟ الولد هو اللي كامش الفرن لأبوه واشترى محل قبال الفرن، مشغل أخوه الثاني بيه. صدق ما أسف. هسه لا ترحموا ولا تخلون رحمة الله تنزل علينا. ابني احنا ايش بدينا؟ الملك ملكه للولد وهو حر بيه. اسمو الولد احترم وصية ابوه. قالكم اجتمعوا قولوا لي ايش نتفق. يريدنا نتفق على شيء ما نعرفه. ما تعرف بيت يتحول الى عمارة. يا رد الاروح على القاضي. لا ما يراد لها، بس اذا قلنا اي لو لا ايش راح يختلف؟ قلتوا ايه الوضع يتغير ونستفاد، والولد هم يستفاد من ملكه. قلت لا البيت يبقى مثل ما هو. وانت متأكد انه اذا قلنا لا راح يبقى البيت وما يهدى ناصر الخاطر عيوننا؟ والله يجوز سميان ما ادري ايش راح يسوي. ذاك الوقت كل واحد يتحمل نتائج رأيه. زين راضي انت شنو رأيك؟ انا قلت رأيي اني ويا المشروع اشتغل بيه وايدي بايد ناصر. لازم مالي ايدك منا زين. هذا الحكي لا يقدم ولا يأخر. الولد يريد نتائج وبسرعة، وما طول احنا مجتمعين نقول رأينا بسرعة. احنا مو كنا موجودين. مهنا بعد ما اجى. انا موجود واقدر انطي رأيي. خلاص ما بقى غير لؤي. لؤي وين؟ لؤي لا تحسبون حساب. ليش؟ لان لؤي بعد ما يرجع للبيت طلع. ها بابا. وين؟ شوف انت تبعنا. اي انا راح اروح ادفع لي حساب وبعدين انت ورا 10 دقائق تلحقني. فهمت؟ ورا 10 دقائق. ها تعبر الشارع. من تعبر الشارع تلقى سياره بيضه تلقاني هناك واقف يم السياره البيضه. فهمت؟ صار. شوف 10 دقائق مو اكثر ابقى هنا. صار. انا طالع وانتظرك. فهمت؟ صار بابا. صار. خلاص ماكو غيرنا. نعتبر لو اي غير موجود. البقية احجي عبيد تبعنا كرأي. أنا قابل بهاي الغرفة الحين ما يخلوني جوا التراب، بس الغرفة مو ملكي، ملك صاحبها هو يتصرف بيها. حبيبي أنت وياي، أنت ما عندك مانع بالمشروع. راضي أشوق من تقص وتفصل بكيفها. عمي الرجال حكي حكايه والحكايه عدله، ما عنده اي حق بالبيت. الحاله كلنا موافقين حسب نظريتك استاذ راضي. استاذ عبد الحميد هذه مو نظريه،
هاي الحقيقة اللي لازم كل احنا نقبل بيها، تمام غالب؟ فعلا هاي الحقيقة ما إن كل دخل بيها. غالب فكر بنفسك وبمستقبلك وبالأيام الجاية. أنا أفكر بس بباكر. قصدك النزال؟ بس ورا النزال أكو جولات وجولات، وانت كسبت الجولة الأولى. خلاص احنا صرنا أربعة، عبيد وصبرية وآني وغالب، وانتو هم أربعة، الأستاذ عبد الحميد والست سمية والأستاذ منعم والأستاذ مهنة وسهيل. سهيل ما عنده صوت، أصلاً عقل ما عنده. شو لك بالحكي هذا؟ صبرية أقصد سهيل ما ياخذ رأيه بوحده. أسأله على إيش أسأله؟ أبا أبا خلاص أنا موافق على سهيل، لأن سهيل صار لسنين وسنين محسوب على عبيد وصبرية. قصدك؟ قصدي صرنا خمسة، يعني الموضوع انحسم. وانت أقول لك أشو أنت قمت تبيع وتشتري بينا وإحنا ساكتين نسمعك، شنو هي مزاد علوة مخبار؟ طبعا صانع الأسطى أسطى ونص. يا جماعة الموضوع محسوم قبل هاي التمثيلية اللي بطلها أستاذ راضي. وهاي لعبة الأصوات تونس، ضيف نكهة حلوة. إخوان بعد أن أنهى الأستاذ عبد الحميد مخابرته أقولكم تصبحون على خير، وباشر أبلغ صاحب الملك بالنتائج. Good night. سيارة يلا. وين اروح؟ شوف هذا السايب راح يوصلك للحدود، ومن هناك تعبر خارج العراق. شوف هاك هاي جواز وهاي فلوس، هناك تلقى كل شيء مرتب، واكو جماعه ينتظروك هناك. يلا بنا اسعد. اسعد بابا انت صدق تحكي؟ اي بابا انا ما دا اصدق بابا، دا اقول لك ماكو غير هذا الحل ابني، يعني احسن يكون لك قدامي. بابا انت غلطت ولازم تدفع ثمن غلطتك. يلا ابني ابني اصعد بسرعه، يلا يلا بساعة. بابا الله يخليك، انا حتى امي بعد مشي. قلت لك اقول لك اصعد اصعد بسرعه. يعني بابا ماكو غير هذا الحل؟ اي ابني ماكو غير هذا الحل. إيه؟ بابا الله يخليك، خليني يمك، ما اقدر والله يخليك. لا بابا انت تروح هسه اول مره، روح وبعدين بعدين انا اتصل بيك ويجوز اجي وراك. أنا رايح. أنا مو قلت لك لا تجي لهنا. شفتك أنت خريب، قلت خلنا أشوف راسي من رجلي. يعني انت ما عندك ثقه بي؟ انا ما عندي ثقه حتى بنفسي. وردد روح وشويه وانا اجي وراك، انتظرني يوم قهوه فالح. تتاخر؟ لا عشر دقائق. اذا تاخرت ترجع لك راضي؟ لا ترجع لي روح. لا راضي. هلا بالورده. هذا مين رد لدفعه؟ ما عندي. سلبايان كان عندي مطيته. ما تشتري؟ أزد الطيني حتى أمك متى ما تشرب مدريها. نارك نارك. أجا 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 ها بابا كاملين؟ كاملين. لا بعد حسن بعد ما جاء. حسن ليش تأخر؟ واقفين ذاك البيت الأصفر، أهله راح يسافرون. راح يسافرون؟ إيه راح يسافرون.